تقريرنا عن البطولة 18 نوفمبر والمقامة في مدرسة عمر بن جموح ببركة لمباراة اليوم والتي أقامت في الفصحى. والبداية بتقديم قمصان الفريقين ومن ثم المؤتمر الصحفي. الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. نبدأ مؤتمرنا الصحفي في مباراة اليوم في بطولة 18 نوفمبر بين الصف سادس خامس والصف سادس أول، مباراة الأخيرة في الدور الأول. معانا الصف سادس أول زكريا هلال العوفي، ومعانا الصف سادس خامس ناصر محمد يوسف بلوشي. ناصر محمد يوسف بلوشي. معانا الأخوة الإعلاميين. كابتن زكريا، وش بتتكلم في المباراة؟ اثنين. تفضل كابتن ناصر. مو ثلاثة اثنين واحد. تفضل كابتن ناصر. كم لاعب بتدخل في المباراة؟ عشرة، سبعة ثلاثة احتياط وسبعة يدخلوا في الملعب. تفضل كابتن ناصر. ما شعورك بالملعب؟ متحمسين. تفضل كم تتوقع يا نتيجة يا كابتن ناصر؟ 2-0. كم تتوقع النتيجة؟ 2-1. من اللاعبين اللي انتخلت المتميزين؟ تركي وياد وياسر. تفضل من اللاعبين المفضلين لفريقك؟ بشار وعبد الله ورابط. وننهي مؤتمرنا الصحفي، شكرا للجميع الاعلاميين والكباتن الفريقين. كان معاكم اخوكم الطالب عبد العزيز الحراسي. بعد ذلك قامت مباراة بين الصف السادس أول والصف السادس خامس، واستطاع فريق سادس أول من الفوز بهدفين عن طريق اللاعب زكريا العوفي واللاعب بشار بدر، وبذلك ينتهي الدور الأول. Thank you.
فغدا ينطلق الدور الثاني باللقاء يجمع فريقين الأساتذة السادس والفريق صف خامس ثاني. وحصل اللاعب زكريا العوفي بأفضل لاعب. تحياتي لكم أخوكم الطالب الإعلامي عبد العزيز الحراسي.